أقامت سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية حفل استقبال بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، والتي تتزامن مع مرور 51 عاما على قيام العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة من كبار المسؤولين من السلك العسكري والدبلوماسي والسياسي وممثلي مجلسي النواب وشيوخ الأمريكيين وعدد من أصدقاء المملكة. وخلال الحفل ألقى الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية كلمة رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله وارعاه، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مهنئا أبناء مملكة البحرين بهذه المناسبة العزيزة. وأشاد السفير بالعلاقات البحرينية الأمريكية التاريخية التي تتسم بروح الشراكة والصداقة والتضامن، منوها بضرورة مواصلة العمل لتعزيز آفاق التعاون خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها، مشيرا إلى أهمية الاتفاقيات المبرمة بين البلدين التي عززت وقوت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. وأكد سفير مملكة البحرين في واشنطن أنه تحت قيادة عاهل البلاد المعظم وبمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شهدت مملكة البحرين العديد من الإنجازات الوطنية خلال هذا العام، مشيرا إلى الزيارة الرسمية الأولى والتاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين، وتنظيم المملكة للمؤتمرات الدولية التي تهدف إلى إتاحة الفرص للقاء.